السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الثامنة من التلفزة التونسية، هذه عناوينها. أكثر من مليوني تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية تزامنا مع انطلاق الاستشارة الوطنية لإصلاح التربية والتعليم. أهلا بكم. البداية بالشأن التربوي، أكثر من مليوني تلميذ التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف المؤسسات التربوية في كامل ولايات الجمهورية. أجواء اليوم الأول رصدتها كاميرا الأخبار بالمدرسة الابتدائية الأمل بحي التضامن التي زارها كل من رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزير التربية محمد علي البغديري، وأشرف على افتتاح السنة الدراسية الجديدة. بابتسامة بريئة، بيد تمسك اليد بخطوات سريعة أو نظرات مستكشفة، تستقبل ساعات الصباح الأولى ليوم 15 من سبتمبر. فمعها تدب الحياة تدريجيا في الشوارع، وتسري الفرحة في أول أيام سنة دراسية جديدة. فرحة جعلت هذا التلميذ مثلا يصر على القدوم وهو الذي يدرس بعد الظهر، يجلس منتظرا تارة أو يجوب مع والده أنحاء المدرسة رافضا العودة إلى المنزل. نقرأ سنة أول. أنت تقرأ العشية؟ نحب نقرأ، ما ثلاثة نقرأ مادة ثلاثة. أي توا مازال صباح. جيت نستنى مادة ثلاثة باش ندخل نقرأ، مش نفهم حتى شيء. فهو إذن واحد من بين 2,630,000 تلميذ توجهوا اليوم إلى أكثر من 6,000 مؤسسة تربوية في مختلف جهات البلاد. ولدى إشرافه صحبة رئيس الحكومة على افتتاح السنة الدراسية بمدرسة الأمل بحي التضامن، أكد وزير التربية محمد علي البغديري أن مجهودات كبيرة بذلت لتحسين المؤسسات التربوية وظروف الدراسة. أكثر من 1500 تدخل انتهى في المدارس على امتداد الساحة الوطنية، هناك 12 معهد ومدرسة جدد و400 قاعة جديدة سنة للسنة التحضيرية على امتداد الساحة الوطنية، مجهود كبير. كما قال وزير التربية إنه سيقع التعامل بحزم مع ملف دروس الخصوصية، مضيفا أنه سيقع انتهاج أسلوب الحوار في التفاوض مع النقابات، مطمئنا العائلات التونسية في هذا الإطار. قانون الدروس الخصوصية موجود من قبل، لم نأتي بجديد في الدروس الخصوصية، الجديد هو سنكون حازمين لأن أغلب أبناء شعبنا غير قادرين باش يقروا ليتود. اللي يقروا ليتود كان عندهم الفلوس، مش سهل باش حد يقرا ليتود. وبالتالي احنا في اطار تكافؤ الفرص سنكون حازمين. خويا قلب تحب تقري، انا مع ان دخل اضافي للمدرسين والمدرسات، ولكن نيجي قري في المؤسسه العموميه نطمن العائلات. طبعا سنكون حازمين في هذايا، ولكن تعسف على العباد، بالعكس نحن فاتحين الحوار على مصراعي مع كل النقابات، الكل نتاع التعليم هما 9 نقابات. رسائل وطمأنة يعود بها التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في أجواء خاصة، وكلهم أمل في سنة دراسية تكلل بالنجاح، وهو ما يتقاسمونه مع الإطار التربوي والعائلات. فرحانة اليوم على خاطر رجعنا نقرأ. فرحانة دوشت، ومن بعدك حضرت دبش ودويت رزقت كهو. بتبي يتهنى عليه، تتمنى عليها، يبدا فرحان معاه، يعدي معاه كاينه في الطفوله نتاعو من جديد. ان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله عام العام هذا خير من عام ناولو. نتمنى نجيح لولايتنا وتكون قرايه مستقره، وان شاء الله ربي يكون عام مبروك سعيد عليهم. الاطار التربوي حاضر مستعد، اجواءها كما نشوفوا اجواء رائعه. ماذا بينا تكون سنه دراسيه موفقه وناجحه، ابريتو هما صغيراتنا نحبهم كلنا ناجحين. فرحانه على الاخر وإن شاء الله ننجح. هي إذن أجواء وأمنيات السنة الدراسية الجديدة في أول أيام العودة المدرسية، الموعد الذي تعيشه أغلب العائلات التونسية، وكلها أمل في نجاح أبنائها. ويمكنكم مشاهدينا متابعة نشراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر النسخ الرمز الموجود على الشاشة. شكرا على المتابعة، سهرة طيبة.